مع الأستاذ بيير بعقليني، مؤسس لبنان ويست مانجمنت، نحكي عن إعادة تدوير الفلين الأبيض. أهلا وسهلا بيير. أهلا وسهلا فيك. وجهك مش غريب أكيد، رح يكون على المشاهدين كثير من الأشخاص بتابعوا فيديوهاتك اللي بتعبر عن الحال اللي نحن عايشينه بشكل عام، فبالتالي حضرتك ناشط بالأزمات اللي عايشها لبنان. أسست لبنان ويست مانجمنت، أي متى أسستها وشو الظروف اللي تأسست فيها؟ صراحة مثل ما كنا بنعرف، أول شيء بدي أتشكرك على استضافتك لإلنا. ونحن أسسنا الشركة تبعنا من تقريبا سنة ونص، وبلشنا بمبادرة فردية مني أنه في عنا أزمة متراكمة بقصة النفايات، ولبنان صار من أكثر الدول تلوثا بالعالم، وكلياتنا بنحكي وبنقول أنه الوضع ما منيح، بس بنجي على وقت الفعل او وقت بدنا نعمل شيء العالم تبقى متردده مش قادره او عندها صعوبات لانه تقدر تعمل شغله. قمت انا اخذت المبادره وقررت انه بلش، وبلشت بمطعم واحد ببيروت اخذ من عنده ازاز، من بعد ما صنعنا بصناعه محليه لبنانيه مكنه بتطحن الازاز وبتحوله لتراب، وهذا التراب نتخلص منه مرة وعلى طول، بما أنه نحن عنا بلبنان ما عنا معامل بتعيد تدوير الإزاز الملون سبيشالي. الأبيض بيتلاقى بس الملون نهائيا، وفي أزمة متراكمة حتى قبل انفجار مرفق بيروت. فصنعنا هالمكنة وبلشنا مبادرتنا أنه نخلطهم مع الباطون، حتى بيتي أنا عملته منهم ورقة الحيطان، هيك نتخلص منه مرة وعلى طول. وصراحة هالفكرة استوردناها من اوروبا لانه بيستعملوا الرمل تيتخلصوا منه هني كمان هنيك بالعمار، هيك بيكونوا عم بيساعدوا البيئه وعم بيساعدوا العمار تبعهم انه يكون كواليتي احسن، بيساعد بالرطوبه والنش شوي صغيره، يعني مش انه ايزوليشن هو، ولكن بيساعد انه يمنع النش والرطوبه. هيدا احدى الحلول اللي قدمناها وبلشنا فيها. بلشنا بالمطعم هيدا، اول نهار نزلنا اخذنا من عنده 6 كيلو ازاز بكرتونة واحدة، وشهر الماضي كتر خير الله بالتعاون مع كل البلديات اللي عم نشتغل معها صرنا هلا فرزنا اكثر من 70 طن ريسايكبلز على صعيد مناطق لبنان كلها. اسست المشروع من سنة ونص، يعني كان نوعا ما البلد افضل بكثير من اللي هلا نحن فيه. هل اسست لبنان ويست مانجمنت لهالغاية؟ شو اللي دفعك لتأسيسها؟ أول شيء الحاجة اللي موجودة عنا بالبلد، من أي مبادرة من أي شخص حيشتغل على موضوع كل القطاعات بالأغلب، يعني بدها شغل وبدها تحسين لأنه مهملة، ومنعرف كلياتنا الوضع اللي عايشينه من فساد وإهمال إداري عنا إياه بالبلد. فمن حب للطبيعة، أنا شخص بعتبر حالي أم جرين بيرسون، بهتم بالبيئة، بحب الخضار، بحب الطبيعة. أنا ابن بزبدين، يعني بلدة بزبدين معروفة بشجر السنوبر تبعها وبمناخها الحلو. فمن الواجب الوطني والأخلاقي عندي قررت أنه باندفاع شخصي أنه بلش هالشغلة لشوف وين بدها توصل. وعندي إيمان كان أنه في كتير عالم بحق مثلنا مثل فكرة بدهم تغيير، بدهم يشوفوا أحسن بيئتهم، بدهم يحافظوا على البيئة أقل، اللي هي بالنسبة لإلي صراحة البيئة هي كلها شيء. ليه؟ لأنه إذا البيئة منيحة السياحة منيحة، إذا البيئة منيحة بيبقى الصناعة منيحة لأنه بنكون عم نفرز ونعطيه مواد أولية للصناعة، إذا البيئة منيحة بتكون صحتنا منيحة، واللي هو كل العالم بيسألوا سؤال أنه كيف صحتك؟ إذا بيئة منيحة ما في تلوث، يعني نحن ما عم نتنفس سم متوخزينة أو نتعرض لأمراض. إذا البيئة منيحة الدورة الاقتصادية منيحة، لأنه نحن إذا كل 100 طن بينفرز بالي بيخلق 8 فرص عمل وبيشغل المصانع وبيفوت مصاري على البلد وبيخلق فرص عمل لناس عاطلة عن العمل. بأمريكا هن تقريبا 400 مليون نسمة، عندهم 700 ألف وظيفة بقطاع النفايات بأمريكا، يعني اللي هي أعظم دولة بالعالم عم بيشتغلوا 700 ألف واحد منهم بقطاع النفايات. طب نحن بلبنان إذا 4 مليون واحد نخلق 7000 فرصة عمل للبنانية، إذا بدنا نعمل مقارنة تقريبية حلوين يكونوا 7000 لبناني عم بيشتغلوا وأنه يكونوا 7000 لبناني قاعدين ببيوتهم. وبالإضافة أنه الصناعي بيبطل مضطر يحول مصرياته لبرا وبالدولار،
تيشتري المواد الأولية تبعه من برات لبنان بصير يشتريها من لبنان، وبنكون عم نشغل مصرياتنا ونحافظ عليها جوات لبنان، ولا بالعكس نقدر نفوت نحن انه نصدر موادنا لبرا ونفوت فريش دولار على البلد لنقدر نخلق دورة اقتصادية. يعني قطاع النفايات بدل ما يكون مثل بكل العالم مربح، عنا الوحيد خسارة. نحن كشركة واضعين خطة، وخطة بتقدر تخدم كل لبنان، هي الخطة عم ننفذها تدريجيا بكل بلدية عم ناخدها لتصير مثل نموذج وتتبع بكذا بلدية غير، كرمال نقدر نكون عم نحل المشكلة اللي متراكمة من أكثر من 30 سنة. اهتماماتك البيئية فقط بإعادة التدوير أم عندك اهتمامات أخرى أو أمور أخرى عم بتنفذها بالنسبة للبيئة؟ نحن بالبيئة على طول أكثر شغلنا عم بيكون بإعادة التدوير. صراحة زرعنا شجرة وساعدنا كم جمعية كرمال يعني ومحلات تضرروا ببيروت، وعملنا واجبنا الاجتماعي. ولكن بالنسبة لنا لبنان منه بحاجة لشجر، منه ناقصنا شجر، عنا زيادة شجر، ولكن ناقصنا اهتمام بمعالجة النفايات والطرق البيئية الأفضل. نحن بنشجع حيالله مبادرة وبندعم حيالله مبادرة بيئية بتنعمل، وبنجرب نكون مشاركين فيها. مثل مثلا عملنا مرة حملة كلين اب تشالنج، تحدي 5 دقايق حد بيتك حد شغلك نظيف كيف قبل وكيف بعد، وبعتوا لنا صور عنا على فيسبوك وانستغرام، تفاعلوا العالم. ولكن هدول الامور نحن بالنهايه مش هن الحل، هن هول مثل دافع نعطي المواطن انه يكون عنده واجباته الوطنيه والاخلاقيه تجاه وطنه، انه يحافظ على اقل حواليه بالنظافه. ولكن بدنا شغل كتير صراحه، وبدنا حلول، وكتر خير الله نحن كشركه عم نقدم حلول على قدر المستطاع. مثلا بكل شيء عم بيكون انه في نقص منه عم نحاول نحن نعبي هالنقص، مثل بقصة الفلين اللي حضرتك شفت الفيديو تبعنا، وما بعرف اذا للمشاهدين رح ينعرض رح يشوفوه عليهم. اكيد رح يشوفوه. جبنا نحن كان من بعد ما انه السوق اللبناني كل معامل الفرز، اغلب معامل الفرز الفلين كان مشكلة عنده. يعني هو بتسألي حيال لحدا شو عم تعمل بالفلين بيقول لك عم نكبه عم نكبه. طب نحن بالسوق نحن على الارض ويوميا عم نشوف الكميات اللي عم تنكب النفايات يوميا، وخصوصا الفلين. قلنا ليش ما بنعمل حل لهالموضوع ومنعيد تدويره. جبنا مكنة مثل ما شايفين بتطحن الفلين وبترجع بتدوبه وبتكبسه وبتطلعه كمان مواد أولية ليعاد تدويره ويرجع يصير من أول وجديد فلين. نشوف فول سكرين لو سمحتوا. من يدعم لبنان ويست مانجمنت؟ صراحة هي بلشت بدعم شخصي مني، وبعدها لحد اليوم بدعم مني ومن اللي هو المغترب اللبناني بي يوسف بعقلين، اللي صار له أكثر من 44 سنة مغترب وعم بحاول رده على هالبلد. بعدك متفائل ترده؟ أكيد أكيد يوميا، لو ما في عنا بعد التفاؤل ما كنا بينا صراحة. كان فينا فل من زمان وعائلتي كلها فليت، ولكن أنا رافض فكرة الفلة. عنا بلدنا وطاقتنا، مش لازم نستثمرها لدول غيرنا، لازم نستثمرها لبلدنا، مش نصدر افكارنا لبرا. نحن حتى يعني عم نحاول قد ما فينا نكون كرييتيف بلبنان وننجح بلبنان لنصدر افكارنا لبرا. عاملين عنا بالشركه كمان شيء اسمه ايكو ويدنج باكج، ما صار ولا مطرح بالعالم ولا مره بلبنان الا اول مره نحن معنا مع عروس وعريس، قبلوا انه يكون مبادره معهم اول مره تنعمل. ولاكابان فانيو بضيعه بزبدين محل الاعراس وبيستقبل لايك برايفت فانيو، بتاخدي بتستاجري اعراس او غير اعراس، كان في عرس داخله ونحن عملنا باكج من عنا، عروس وعريس فيهم يختاروه او صاحب الفانيو فيه يختاره. انه انت بتطلبي كيف بتطلبي مثلا هوستس دل العالم بس يجوا على العرس يقعدوا على الطاولات، نحن بتطلبي ويتر سورتر، مش ويتر بيجي واحد ويتر لابس بدله ولوجو الشركه تبعنا وكفوف وكل شيء، ومعه العده تبعه اللي هي كيس مش نايلون، كيس بيعاد تدويره، يعني الاكوبمنت تبع الفرز، بيمرق على الطاولات مش بينزل اكل، بيمرق بشيل الفرز عن الطاوله مثل قنينه الازاز تبع الويسكي مثلا او
المشروب البيبسي او التنك والانين المي، اي شيء بيطلع فرز بيتاخد من هالويتر سورتر. بالاضافه في عندنا سورترز بالباك ستيج ما بيشوفوهم العالم، بيكون من هالفانيو شو عم بيطلع من عرس ويست، عم بيقوموا بفرزوا هن، ما عم بيكبوا الاشياء اللي هي قابله لاعاده تدوير، وعم بيوضبوها بطريقه بيئيه ليكونوا خلصوا نهارهم او ليلتهم سهرتهم. بنضبهم وبناخذهم لعنا على المعامل وبنكون فرزناهم. هالفكره اجت لانه نحن عم نتجوز وبنكون عم ننبسط وعازمين خلينا نقول 500 شخص او 1000 شخص، حلو نكون عم ننبسط ونتحمل مسؤوليه النفايات اللي رح تصدر من بعد نحن هالفرحه اللي فرحناها، بانه نحن هذا العمل عم نعمله لنحافظ على اولادنا بالمستقبل، وبذات الوقت بيكون بين فرجينا اولادنا بس يكبروا ويحضروا عرس اهلهم، حيقولوا لهم هيدا الشخص اللي عم بيبرم بين التولاد، هذا كان عم بلم بلاستيك عم بلم ازاز، لانه بده يحافظ على البيئه كرمالكم نحن كنا عم نعمل هيدا الشيء، ونحن موجودين حنكون بعرس ان شاء الله عرس اولادهم كرمال نقدر نحافظ على البيئه مع بعض ونضلنا عم نقدر نضلنا ببلد قابل انه ينعيش فيه. بالرغم من كل الظروف اللي عم نقطع فيها وكل اللي حوالينا، يعني اكيد مثل اللي حوالي حواليك الكل عم بيغادر، كثير ناس متشائمه، كثير ناس سلبيه، كثير ناس قاعده بلا شغل، لاي متى ممكن تضلك بهالتفاؤل؟ ان شاء الله يعني بالتعاون مع الشباب معي بالشركه واصحابي وعائلتي وقرايبيني، بعتقد انه رح نكمل وما رح في شيء يوقفنا. اذا شو بتقول للشباب يلي حتى ما وقت بدهم يكفوا مدرسة بدهم يفلوا قبل المدرسة؟ لا أنا بقول لهم أنه إذا ما دفعت عن ما هو لإلك ما حدا رح يدافع لك عنه، خليك تمسك بأرضك بعلمك بطموحاتك وما تنطر حدا يجي يقول لك تفضل، أنه أنت رح تاخد اللي بدك إياه بسهولة. لو بدنا نحط فوق طاقتنا بدل 100% حط 150%، بالنهاية عم تحطه لوطنك مش لوطن تاني، يعني لازم تضلك ولازم تدرس ولازم تستثمر طاقتك ببلدك ليستفيد منه بلدك. نحن على مر 30 سنة أو أكثر 50 سنة كانوا عم بيتصدر كل عقول لبنان لبرا، لو بقت هالعقول هون وتحافظ عليها أكيد كنا لبنان أحسن من ما هو هلأ عليه. ولا السياسيين شو بتقول؟ الله يسامحكم. شكرا لك بيير، شكرا يعني حضرتك بتكبر القلب عن جد، ويا ريت كل هالشباب يسمعوك. يعني انا اصلا من الاشخاص اللي بقول مثلا لاولاد خي او كل هالشباب اللي حوالي شو بدكم بالشغله روحوا فلوا، لانه عن جد يئسنا، بس شاب مثل حضرتك بتخلي تسلم. الواحد شوي يرجع تسلم. يخض عقله. اهلا وسهلا وجود لك، وان شاء الله اكيد متابعين معك كل شيء حلو. بتشكري كثير، شكرا للمتابعه.